للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا بدر الركابي. بدر، مساء الخير، أطلعنا على خطط تسيير الزيارة الرجبية، كيف تسير الأمور لديك؟ نعم بدر، هل تسمعني؟ زميلتي، نتواجد الآن على طريق مسار الزائرين. نعم أسمعك بوضوح زميلتي، هل تسمعينني؟ نعم نعم، نتواجد الآن على طريق مسار الزائرين من منفذ العاصمة الجنوبي باتجاه منطقة الزعفرانيوم ثم مجمع ميشن واتجاها إلى الكرادة والذهاب صوب مدينة الكاظمية المقدسة من أجل إحياء ذكرى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام. رغم نتحدث الآن عن وقت الظهيرة وهو وقت استراحة وغداء للزائرين، ومع ذلك نشاهد كثافة بأعداد الزائرين وهم يتوافدون بشكل تتابعي لغاية الآن، يعني منذ يومين ولغاية الآن هذه العملية مستمرة بتوافد الزائرين إلى العاصمة بغداد ومن ثم التوجه إلى مدينة الكاظمية المقدسة. أعداد كبيرة، نبدأ من الآن تبدأ وقت الذروة، ومن ثم يوم غد هو يعني وقت الذروة الرئيسي، وحين أن الزيارة تكون صباح يوم الجمعة، بالتالي نتحدث عن أوقات الذروة التي تبدأ من عصر اليوم ومن ثم إلى يوم غد بتوافد يعني ما تبقى من أعداد الزائرين من المحافظات، وكذلك أيضا خروج الزائرين في العاصمة بغداد سيرا على الأقدام يوم غد، ويتجهون إلى مدينة الكاظمية من أجل المشاركة في إحياء هذه الزيارة. هذه الزيارة يعني اختلفت عن الزيارات الماضية فيما يتعلق بالخطط الأمنية بداية. نعم. تحدثنا كما ذكرت بالأخبار التي قرأتها قبل قليل بأن هناك يعني تعاطي مرن من قبل القوات الأمنية بشأن الخطة الأمنية كما تشاهدين حاليا، هذا من خلف توافد أعداد من الزائرين. هناك مرونة زميلتي بقضية تقسيم الطرق فيما يتعلق بحركة المركبات وأيضا فيما يتعلق بحركة الزائرين، يعني كما وجه وزير الداخلية وكذلك أيضا يعني قائد عمليات بغداد بأن يكون هناك تركيز على الجهد الاستخباراتي وبالتالي الابتعاد عن قطع الطرق بشكل كامل، وكذلك أيضا إلا في حالة الضرورة القصوى، وأيضا الاعتماد على الجهد الاستخباراتي كما وصلتني من معلومات بأننا الآن يعني يتواجد في العاصمة بغداد بحدود 4000 عنصر استخباراتي متواجد هنا في مختلف مناطق العاصمة بغداد من أجل تأمين هذه الزيارة ومشاركة الزائرين في هذه الزيارة. بالتالي الآن في هذه الزيارة هناك تركيز على الجهد الاستخباراتي وكذلك أيضا الابتعاد عن قطع الطرق. تحدثنا مثلا في الزيارة الماضية كان هناك قطع لأحد الجوانب سريع القناة، في هذه الزيارة نتحدث عن أن الطريق مفتوح إن كان فيما يتعلق بمحمد القاسم سريع محمد القاسم. نعم. وأيضا فيما يتعلق بسريع قناة الجيش، بالإضافة إلى ما ذكرتي فيما يتعلق بالطرق التي تم قطعها للضرورة، هناك أيضا يعني طرق وجسور ستشمل أيضا في القطع من مساء اليوم، يعني عند المغيب نتحدث عن جسر البنوب وكذلك أيضا الجسر الرابط بين منطقة شارع فلسطين وكذلك ساحة مظفر مدينة الصدر. بالتالي هذه الجسور سوف تبدأ فيها عملية القطع لبدء مسير شرق القناة أبناء العاصمة من شرق القناة بالتوافد صوب مدينة الكاظمية. نعم بدر، هل لديك أي معلومات عن عدد الزائرين القادمين إليكم؟ أيضا هل هناك تعاون من هؤلاء الزائرين في تسيير أو في الخطط الأمنية لديكم؟ يعني زميلتي تحدثنا بداية عن الشق الأخير بالتعاون، هناك تعاون مشترك من قبل يعني مختلف صنوف القوات الأمنية المتواجدة هنا في العاصمة من أجل تأمين هذه الزيارة وكذلك من يتواجد من أصحاب المواكب وكذلك المتطوعين. يعني ما وصلتني من معلومات رسمية تتحدث عن 5000 موكب يشارك اليوم في العاصمة بغداد من أجل تقديم الخدمات للزائرين، وقد يزيد هذا العدد في ظل خروج أبناء العاصمة اليوم مساء وكذلك يوم غد. بالتالي الجميع هنا مشترك من أجل تقديم الخدمات للزائرين الذين وصلت أعدادهم بالزيارة الماضية زميلتي إلى حدود 10 ملايين زائر. التوقعات الميدانية وكذلك أيضا المختصين يتوقعون بزيادة هذه الأعداد في هذه السنة نسبة لمعطيات ومؤشرات عديدة. بالتالي تتوقع يعني الجهات المختصة بأن الزيارة في هذا العام ستزيد عن 10 ملايين زائر. نعم بدر، هل هناك تعاون باتجاهكم كإعلاميين في تسهيل مهامكم؟
يعني إن كان فيما يتعلق بوسائل الإعلام، كذلك الفرق التطوعية، فرق أيضا وزارة الصحة التي تتجول، هناك أيضا تعاون مع مختلف الفرق الجوالة إن كانت إعلامية غير إعلامية، جميع هنا مشترك خصوصا بعد توجيهات قيادة عمليات بغداد وأيضا توجيهات وزير الداخلية بقضية تسهيل عمل الإعلاميين وكذلك الكوادر المتنقلة، فبالتالي نشاهد هناك مرونة حيث نتواجد الآن هنا في تقاطع عقبة بن نافع، يعني لم يصل إلينا أحد من العناصر الأمنية بطلب بعض الإجراءات الروتينية كما كان يطلب سابقا، بالتالي هذه إشارة لتعاون القوات الأمنية مع وسائل الإعلام وكذلك حتى مع بقية الفرق التي تتواجد إن كانت فيما يتعلق بالفرق التطوعية وكذلك الطبية الساندة لفرق وزارة الصحة. نعم، سنكون معك لاحقا في نشراتنا القادمة. بدر الركابي، شكرا جزيلا لك.